السلطان نشوف وش فيها شيء ما ولا ولا. الله أكبر. أذان العصر حسب توقيت مدينة بركان عين السلطان. شوف شوفوا بسم الله الله. الحمد لله مرة هتسير بعد شوية الماء. الله أكبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء. أكيد أكيد. إذا رحمت من في الأرض يرحمك من في السماء. هذه قاعدة خصنا ناخذوها في الحياة اليومية ديالنا. ما شاء الله. كاين بزاف ديال القطط هنا تبارك الله، كيجيبوا لهم الحوت. ما شاء الله. خير موجود. الله يجازيك بخير. وعمي محمد كيجيب لهم. تبارك الله، راك تجيبوه من السوق. السوق شو جيب لهم هذا هو ياكلوه. الله يجازيك بخير. ها هما سافروا. هما جاوا طيور طير البقر. ويا تعرف كي يديروا. كاين المشوش بزاف هنايا تبارك الله. راني حتات الاخرى. راني شتهم. الله يجازيك بخير. هذه هي اجواء ديال عين السلطان. الله يرحمنا يا رب العالمين. هذا النهار الدعوه راه السماء مغيمه، واحد العجاج. تحياتي لكم خوتي، ما تنساوش البارطاج والاشتراك في القناه باش يوصلكم دائما الجديد عبر قناه عبد اللطيف القنوري. وحتى الكاميرا كما كتشوفوا راها العجاج السماء كاع هودا الكاميرا. شوف العجاج. سبحان الله العظيم الناس فين كتفكر. يقدر اي واحد يفوت على الريسان ديال الحوت ويفوت على داك الشيء وما يهزوش. الناس كتفكر تبارك الله في اطعام الحيوانات واطعام القطط واطعام الكلاب. واحد الحاجه تبارك الله اللي خصنا نفكروا فيها دائما. وتلاقيت بواحد السيد هنا مسكين الله يجازيه بخير، اللي كيجيب يوميا كيجيب القطط والكلاب والطيور اللي كاينه هنايا في عين السلطان، وكيجيب لهم الماكله كما كتلاحظوا. ها انا جينا غير على غفله، تلاقينا تبارك الله هنايا ازيد من 20 كيلو ديال الريسان ديال الحوت وديال البقايا ديال الحوت من المارشي باش ياكلوه هاد القطط هادو. ما شاء الله. نهار المنبر هذا نطلب الله يجازيه بخير وتكون ان شاء الله في ميزان حسناته ان شاء الله.
لله رب العالمين، اللهم لك الحمد على هذا الجو. راه كاين الريح، كنت تسمع الريح، ها هما جاو شفتهم يشموا له الريحه سبحان الله العظيم. كيتسناوه، شوف القطط كيتسناه. يرحم من في الارض يرحمك من في السماء، ضروري هذه. وراه مشى يدي واحد الكلبه يدي لها المصارن ديال الدجاج، قال لي راه والده شي 10 ديال الجريان صغار. هاد الشجر اللي كتشوفوا فيه كامل ديال المزاح ما شاء الله. واو اللوت، المنطقه هذه كتسمى واو اللوت، عين السلطان، تل الحرشه. ايوا كما كتلاحظوا دوار ميكا، دوار ميكا ومجيان ديال هنا ورطاس، اتجاه ورطاس. هذا الواد، شوف واحد المشفى راه مورك. شفتو دوار ميكا، السوق الأسبوعي ديال الجملة. ها هو هنا فين كان السوق قديم، عاد تحول الطريق ديال المذاق في هاد المنطقة هادي. ها هما كيبان لكم الصنادق، بصح دركي راه كيبيع الجملة، السوق ديال الجملة. وراهم دابا بغاو ينقلوه، راه كاين واحد المشروع ديال تنقيل السوق إلى طريق وجدة، جيت كارفور والله أعلم، على ما اظن يقدر يجي مور كارفور، ما نعرف على ما كيقولوا. اذا كانت شي حاجه ان شاء الله راه غادي تكون في القناه. وهذه هي الاجواء ديال اليوم، بصراحه اليوم واحد العجاج، واحد الصوره راه راكم عارفين الصوره دابا هي اللي كتكمل الفكره وكتكمل المزاح. هو هذا العام المزاح راه ناقص نظرا للجفاف، المزاح ماشي ديال شحال هذه حبه تبارك الله غليظه والو خوت دورها لا اله الا الله. وهنايا كاين عند السلطان اتجاه واو اللوت، الطرق اللي خدموها جديده هي هذه اللي تفوت الورقاص، بصراحه خدموها زينه الطرق، كرومبا ديال عين السلطان وتفوت ديراك تلقى راسك في ورطاس، تفوت على دوار ميكا وتزيد تطلع السياج ديالها بالمسائل ديالها بالرصيف ديالها كما كتشوفوا. وكان واحد الحزام اخضر يعني راه ان شاء الله يخدموه حتى هو غادي يولي غازو. السوق المغطى في اتجاه منا